والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بفضل الله عز وجل الدفعة الـ 12 بخصوص لحوم الأضاحي تحت إشراف معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. حاليًا 37 طن وصلوا بني سويف، وإن شاء الله سيتم توزيعها كما ترون بمعرفة السادة مدير الإدارات على مستحقيها، ونسأل الله عز وجل القبول والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الأحد الموافق 20/9 وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة 3 طن من لحوم صكوك الأضاحي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بمشيئة الله عز وجل تتسلم مديرية أوقاف الأليوبية اليوم الأحد الموافق 20/9/2020 الدفعة 12 من لحوم صكوك الأضاحي، سيتم تسليمها بمشيئة الله إلى 7 إدارات فرعية، وبذلك يصل إجمالي ما تسلمته مديرية أوقاف الأليوبية حتى تاريخه 38 طن من لحوم الأضاحي. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يكثر القائمين على هذا العمل. صار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله رب العالمين. اليوم الأحد الموافق 20/9/2020 تسلمت مديرية أوقاف الفيوم سيارة لحوم صكوك الأضاحي محملة بأربعة أطنان، ويكون إجمالي ما تسلمته أوقاف الفيوم من بداية المشروع وحتى تاريخه 36 طن لحوم صكوك الأضاحي. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.